مواصاة لحملة الحملة الصحية تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ومثلة بالهلال الأحمر الإماراتي، قامت اليوم بإهدائنا سيارتين إسعاف لمستشفى المخا العام تكون هذه السيارات خدمة لأبناء المخا في نقل أبناء المخا من المناطق الريفية إلى المستشفى ثم إلى مستشفيات أخرى، وكذلك سلمتنا كثير من الأدوية خاصة في حمى الظنك والكوليرا والأمراض الأوبئة الموجودة في المديرية.